السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. لايك وشير للفيديو ورمضان كريم. لو انتوا جداد ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. اكيد عملنا الكنافة باكتر من شكل، عملناها صينية، عملناها بالكريمة، عملناها المكرملة، عملنا كذا طريقة وبالجبنة. كل الوصفات موجودة في القناة. النهاردة قلنا نختلف شوية، من نص كيلو كنافة حبينا نعمل كيلو ونص تقريبا كنافة مشكلة. عملت اللي هي الأصابع، وعملت الكورني والمبرومة والسادة والأساور، كلها بطريقة سهلة وسريعة. وهنقول على أهم الأسرار والطرق اللي تخليها معاكي متماسكة زي ما انت شايفة وتطلع تحفة إن شاء الله. أهم حاجة ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والسبسكرايب والكومنت الحلو. يلا بسرعة نبدأ بالمقادير ونشوف عملنا كيلو ونص كنافة من نص كيلو كنافة ازاي. لايك وشير، يلا بسرعة نبدأ الوصفة. هنبدأ اصحابي، انا استخدمت، هوريكم نوعية الكنافة اللي انا استخدمتها. دي طبعا كنافة مجمدة. هنبدأ اول حاجة بالكورني. الكورني ده طبعا موجود في كل السوبر ماركت ومستلزمات الحلواني، ولو ما عندكيش تقدري تعملي نفس شكل القمع بال الورق الالومنيوم فويل وتعملي نفس الطريقة. اخدت الخصلة وبعدين بللت ايدي بالمية وضغطت عليها عشان يعمل لي تماسك. هعمل كذا واحدة نفس طريقة الكورني. وهنا بقى المبرومة، اخدت خصلة كبيرة شوية تكون عريضة شوية. طبعا الكنافة خليتها تفك حوالي 3 ساعات من الفريزر خارج بدرجة حرارة الغرفة، حتى فكت تماما. واضفت عليها فستق حب، او تقدروا تحطوا بندق، اي مكسرات سوداني تقدروا تلفوها بدون اي مكسرات براحتكم. وشفتوا زي ما انتم شايفين باخد بالطرف، ايد بتضغط وايد بتلف، ايد بتضغط وايد بتلف اهو، وبنلف كل الشعيرات بقدر الامكان اهو، يعني ايد بتضغط وايد بتلف. هي على طول بتلاقيها مشيت معاكي اهي، ايد بتضغط وايد بتلف لحد ما بنلفها كامل. وبعدين لازم احطها على الصينية واسندها باي حاجة، اي برطمان زجاجي اي حاجة عشان تفضل محافظة على شكلها. هجيب برطمانات او طبق واسندها اهو زي ما انت شايفة كده عشان تحافظ على الشكل بتاعها اهو. يبقى ده عملنا المبرومة. هنعمل الشكل اللي بعد كده، هناخد خصلة، هنعمل اللي هي الاساور او عش البلبل براحتكم، كل واحد حسب ما يحب يسميها. بناخد خصلة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الكنافة لازم تبقى متغطية عشان بتجف بسرعة، وما بين اصابع اليد كده اهو بنلفها بمنتهى السهولة، بتاخد شكل عش البلبل اهو. بنفس الطريقة برضو هعمل منها كذا واحدة واحطها على الصينية ونشوف. هنا بقى اصحابي هنعمل الاصابع، تقدروا تحشوها بالقشطة او بالكريمة او بالجبنة، يعني براحتكم حسب المتوفر عندكم، او بالمكسرات. كل واحد حسب ما يفضل. انا صراحة عشان انتوا عارفين بقى الوقت الصيام وكده، فما عملتش حشوات كتير، فاستغليت قلت بالمكسرات على طول سهلة عشان اقدر اعمل اكتر من شكل. يعني الجو حر والصيام والله المستعان. زي ما انتوا شفتوا حطيت خصلة طويلة وخدت خصلة بالعرض. لازم تحطيها بالعرض، وخاصة لو هتحشي بالكريمة عشان الكريمة ما تخرجش منك وتتحرق اثناء التسوية. وهنا لفتها كويس جدا. خلاص كده هشيل الجزء الزايد ده عشان ما تبقاش تخين قوي. ولو انتوا كمان عايزينها ارفع تقدروا كمان تسووها اصابع بدون حشوة وبدون اي حاجة. هنا بقى اصحابي بعد ما عملت كل الاربع اشكال اللي خدناهم، ده تقريبا حوالي ربع كيلو من بقية النص كيلو اللي انا اشتغلت فيه. حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر البودر ونص كوب من السمنة المذابة اهو. وهنعملها صينية بقى، وبعد كده اقطعها مثلثات او مربعات، او عاوزين تخلوها صينية زي ما انتم ما تحبوا. عايزين تحطوا نصها والنص تحشوه بالوسط مكسرات او كريمة برضو براحتكم، او جبنة براحتكم. لازم ادخل السمنة والسكر في قلب الكنافة حتى تتشبع تماما. وهجيب صينية صغيرة لان الكمية مش كبيرة، وهدهنها بدهنة سمنة محترمة
اهو زي ما انتوا شايفين. الكنافة اصلا نوعيتها ما شاء الله حلوة، هوريكم النوع اللي انا استخدمته اهو. دهنت الصينية بالسمنة وهبدأ بقى اخد الكنافة واعبي بيها الصينية. عاوزين تضربوا الكنافة في الفود بروسيسور برضو براحتكم، يعني براحتكم، يعني كل الطرق بتنفع. يعني احنا عملناها قبل كده وفرفتناها بايدينا، وقبل كده ضربناها في الفود بروسيسور، فاحنا اشتغلت النهاردة سريع عشان الوقت. هضغط عليها بقى اصحابي، هجيب كيس بلاستيكي افتحه واحط عليها تقل كده، هشوف كيس رز 5 كيلو او زجاجة مية كبيرة واحطها. لازم نضغطها تكبسيها كويس، تسيبيها اقل حاجة ساعة مضغوطة. دي عجينة الكنافة اللي انا استخدمتها، كنافة مجمدة اللي هي السنبلة. هنا بقى الاساور والمبرومة والكورني والاصابع سبتها 4 ساعات في الهواء، يعني شايفين سبتها كده في قلب الصينية 4 ساعات. لازم تسيبيها حتى تجف، ده عامل النجاح بتاعها. ما ينفعش نشتغل يعني نلفها وندخلها على طول الفرن، مش هتتماسك. لازم زي ما بيقولوا الكنفية تعضم او تشمع، لازم تسيبيها في الهواء كده مش متغطية حتى تنشف تماما. وبعدين بناخد حوالي 1 كوب إلا ربع من السمنة اهو، وانا كنت حسيت السمنة عندي شوية صغير قليلة، فاضفت عليها 1/4 كوباية زبدة ودوبتها. ولازم تغرقيها كويس بالسمنة عشان تستوي كويس وتاخد لون ذهبي حلو. وبعدين السمنة الزايدة بنصفيها. شغلت على 180، اخدت من 30 35 دقيقة، واخر 5 دقايق ولعت عليها من فوق. وهبدأ اصفي كده في السمنة زي ما انتوا شايفين. هنفضل مميلين الصينية كده حتى السمنة الزايدة كلها تنزل، مفيش اي مشكلة. اهو اصحابي وهنبدأ نضيف القطر. القطر طبعا بارد، تقيل وبارد اهو. وصفة القطر ان شاء الله هضيفها لكم في نهاية الفيديو، اللي هو 2 كوباية من السكر، معاه 1/4 مية و1/4 عسل جلوكوز، ورشة ملح ليمون او عصير ليمون. هنا اصحابي زي ما انتم شايفين، بعد ما ضغطت عليها دخلتها على 180 حتى احمرت من فوق، فصلت من الجوانب، واعطيتها تحميرة خفيفة من اعلى. وهي سخنة على طول بنبدأ نسقيها بالسيرة بالتقيل البارد زي ما انتم شايفين، وهسيبها تتشرب. وبعدين اقلبها واقطعها مثلثات او مكعبات او مربعات، او تقدروا يعني براحتكم الطريقة اللي تحبوا تقطعوها بيها، او تخلوها صينية زي ما هي كده، يعني براحتكم. احنا هقطعها كده بأي شكل عشان نقدمها ان شاء الله. كده هسيبها بقى تتشرب وتبرد لان هي سخنة طبعا. وهنا اصحابي ده الكنافة اهي اتشربت كويس، لازم بتغرقيها بالقطر، وهحطها في مصفاية. لازم تصفي القطر عشان نتخلص من القطر الزيادة. هنا الكنافة البرمة اهي، بعد ما خليتها قطرت القطر الزيادة. لازم السكينة تبقى حامية، ما ينفعش السكينة تبقى ماشية يعني، عشان الكنافة ما تتكسرش منك يعني او تتفتفت. شايفين البرمة اهي طالعة متماسكة، بتقطعي وتنزلي على طول، ما تكسرتش ما تفرفتتش ولا اي حاجه، واخده لون دهبي حلو عشان واخده السمنه بتاعتها صح، وخليناها تبرد. ما ينفعش نشتغل فيها وهي سخنه، هتتكسر وتتفتفت منك. هنا الكورنيه برضو تقدروا بقى تحشوه، بتعملوا القشطه الكداب، احنا عملناها كذا مره مع بعض، او انا خفقت كريم شانتيه سريعا وعبيت فيها الكنافه زي ما انتم شايفين. وهزين بالفستق عشان نكسر اللون شويه اهي بمنتهى السهولة، او تحبوا تحشوها نوتيلا او مربة الحليب، يعني براحتكم، او كراميل
براحتكم، او ممكن اللوتس برضو، عش البلبل او الاساور برضو تقدروا تحطوا اي مكسرات في سيرب تقيل وتحشوها بالفستق او بالبندق، او انا استسهلت على طول قلت اعملها بالكريم شانتيه وازينها بالكريز او بالورد المجفف، فتقدروا تحشوها برضو النوتيلا او كريمة اللوتس، يعني براحتكم. هنا اصحابي زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة ما شاء الله رهيبة اهي. هنا الصينية هي اللي قطعتها مثلثات وحطيت عليها وردات بالكريم شانتيه وزينتها بالورد المجفف، وهنا زي ما انتوا شايفين المبرومة، وهنا الاصابع دي اللي لفناها بالفستق، وده الكورنيه، وهنا الاساور. يعني طبعا دي مش الكمية كلها، ده يعني يعتبر نص الكمية، بس انا ما رضيتش اضيف كل الكمية عشان ما يبقاش الشكل زحمة في التقديم. حطيت يعني تقريبا حوالي نص كيلو، بيطلع لنا تقريبا كيلو ونص من الكنافة. ان شاء الله وصفة السيرب هضيف لكم الرابط في صندوق الوصف مع المقادير. يا رب النهاردة اصحابي الفيديو يكون عجبكم، شايفين طلعنا اكتر من شكل، تقدري بقى تختاري وتحتاري زي ما انت عايزة، او تعملي كلهم شكل واحد براحتك، بس النهاردة حبينا ننوع عشان نعمل بشكل جديد كأنك شاريها من افخم محل حلواني. ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والسبسكرايب والكومنت الحلو، واشوفكم فيديوهات جاية كتير. واهم حاجة في نجاح الكنافة اصحابي هي كمية السمنة، لازم تديها كمية السمنة بتاعتها المظبوطة، ونسيبها تقطر كويس، وبعدين بعد ما تتشرب السيرب نخرجها ونشوف مع بعض ان شاء الله. لايك وشير للفيديو.